للجمعة الثانية على التوالي، المسيرة تتجدد في شوارع العاصمة وولايات أخرى. المطلب إصلاحات وتغيير عميق في إدارة شؤون البلاد، والطابع السلمي عنوان المشهد. اليوم الشعب الجزائري راهو صوت واحد، خطبة واحدة وطلب واحد، بنا تجدد في الجزائر حاجة جديدة ولوسكي فورميدابل ما ياي اوكان ديباسمون. من ساحة أول ماي إلى البريد المركزي وصولا إلى ساحة أودان وشوارع أخرى من العاصمة، المتظاهرون يرفعون الراية الوطنية ولافتات تدعو إلى احترام إرادة الشعب وتكريس العدالة في البلاد، كلها صور تعكس الوجه الحضاري للمسيرة. Jusqu'à la fin. Au monde entier, ce que c'est la civilisation algérienne. On n'est pas un peuple agressif, ni mal éduqué. On nous traite comme ça, mais on n'est pas comme ça. المسيرة شهدت التحاق شخصيات وطنية وحزبية ونواب المعارضة. هؤلاء طلبوا السلطات بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وفهم رسالتهم. وتبقى أجمل الصور تلك التي صنعها الشباب آملين في غد أفضل وفي جزائر أحسن. احنا شباب فورماتنا الدولة خسرت علينا درام، بصح بينا رجال اليوم، الشعب هذا كامل راه يطالب بالتغيير. ورغم أن الطابع السلمي غلب على الحدث، لكن مناوشات تخللت المسيرة بساحة أول ماي بين متظاهرين ورجال الأمن الذين لجأوا إلى تفرقتهم بالغازات المسيلة للدموع. هكذا كان الفاتح مارس، مشاهد سلمية صنعها الجزائريون من غرب البلاد إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها، فهذه الصور أبلغ تعبير. الجميع يهتف بشعارات مختلفة، وتبقى سلمية المظاهرات ووحدة الوطن فوق كل اعتبار.